الأزمة اللي ما تكسر ظهرك تقويه وتشد الأحزامين، مثل صحيح وينطبق على سيرة الأحزاب وما تمر به من انشقاقات وأزمات داخلية. الاتحاد الوطني الكردستاني مثال صارخ على هالفكرة، إلا شوية ظهره ينكسر لكنه لحد الآن نقدر نقول عليه نجا، ويبدو أنه الأزمة راح تقويه وتشد الأحزامين، أحزام للانتخابات وحزام آخر للرئاسة. عرفوا الرئاسة البعدين وانتبهونا زين، تذكرون قبل شهر ونص وانصارت الأزمة بين لاهور شيخ جنقي وعائلة مام جلال الله يرحمه بافل وقوباد وسيدة هيرو؟ وقتها العائلة اتهمت لاهور بتدبير محاولة دس السم بطعام بافل ووالدته. صارت أحداث واتخذوا ضد إجراءات بقيادة الاتحاد واشتكوا عليه بالمحكمة. آخر المستجدات أنه لاهور طلع بكفالة، وهنا طلبوا منه مغادرة الإقليم وعدم السماح له بالعودة إلا بعد الانتخابات بأسبوعين. بس الرجل قاوم وما نفذ وباقي بالسليمانية وجاي يلتقي بقواعد الحزب وكوادره. هنا لازم نعرف التالي، المطلعين على خفايا اليكتي يعرفون انه لاهور شيخ جنقي عنده قاعدة شعبية قبالة سيطرة بافل على قيادة الاتحاد. وقبل الأزمة من صار التحالف الانتخابي بين اليكتي وغوران، تسجل هذا التحالف الطابو المفوضية باسم لاهور شيخ جنقي باعتباره رئيس مشترك لليكتي. فواحدة من التداعيات اللي استجدت انه بعد الأزمة اليكتي وغوران قدموا طلب للمفوضية أن تكون رئاسة التحالف باسم قوباد طالباني. وقانونيا استندوا على أساس أنه لاهور شيخ جنقي بعد الأزمة نازل عن صلاحياته وسلمها لبافل. فالاتحاد اعتبر تنازله يشمل رئاسة التحالف الانتخابي، وعلى هالأساس خاطب المفوضية والمفوضية وافقت على الطلب. النتيجة اشتد ظهر قوباد انتخابيا بحزام جلد طبيعي، من صار رئيس التحالف الانتخابي رسميا وقاد الحملة الانتخابية للحزب. هذا الحزام الأول، فما هو الحزام الثاني؟ الحزام الثاني حديدي، وهو المرتبط بالرئاستين، رئاسة الإقليم ورئاسة جمهورية العراق. شنو الصاير؟ الصاير انه متوقع نشهد تغيير أساسي بتقاسم المنصبين بين البارتي واليكتي. العرف السياسي الموروث من سنة 2005 لحد اللحظة أن تكون رئاسة الجمهورية للكرد وللاتحاد الوطني الكردستاني تحديدا، في حين رئاسة الإقليم تكون للبارتي. الجديد هالمرة أنه صار نوع من الاتفاق الأولي واحتمالية تنفيذه عالية جدا، وهو أن تذهب رئاسة الجمهورية للبارتي هالمرة، وتحديداً لنجيرفان بارزاني أو هوشار زيباري، رغم أنه المرجح ميلان الكفة لنجيرفان وفاءً لوالده المرحوم إدريس بارزاني وخشيةً من تفاقم نار تحت الرماد في أربيل. أما رئاسة الإقليم فتذهب لقوباد طالباني. خلاصة، قوباد رسمياً الآن هو رئيس التحالف الانتخابي وهو اللي يقود الحملة الانتخابية. هسه هو موجود في بغداد مع مجموعة من مرشحي الاتحاد. هناك شعور بالقوة جاي ينبث، الدلالات هواي، بس أهمها هو اللي بدينا بالتقرير، الأزمة اللي ما تكسر ظهرك تقويه وتشد الأحزامين، واحد جلد طبيعي وواحد حديد.